من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى، فإن الله تعالى قد تكفل ووعد المتوكل بالكفاية، فإن الكفاية من الله مضمونة لمن توكل عليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله كاف من يصدق في اعتماده عليه في كل شأن وأمر، في جلب المحبوبات وفي دفع المكروهات.